السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي في الله، هذه الحلقة الخامسة من سلسلة حديثنا عن الإمام الفضيل بن عياض رحمة الله عليه، عابر الحرمين رحمة الله عليه، هذا الإمام الجليل والعلم الكبير الذي أجرى الله عز وجل الحكمة على لسانه. نحن نتكلم منذ حلقتين عن المواعظ والفوائد والحكم التي تكلم بها الإمام الفضيل بن عياض رحمة الله عليه. هذه الفوائد والمواعظ لها أهمية كبيرة جدا، وهذا جعل علماء السلف وأئمة السلف رحمة الله عليهم يتناقلوا هذه المواعظ جيلا بعد جيل، ويدونوا هذه المواعظ وهذه الفوائد في كتبهم. فهذا يدل على أهمية هذه الفوائد، لأن فيها خلاصة علم وتجربة الإمام الفضيل بن عياض رحمة الله عليه. والإمام الفضيل بن عياض شخص فريد، لأن حياة الفضيل بن عياض لم تكن حياة طبيعية أو حياة عادية، يعني ليس كغيره من العلماء والعباد الذين نشأوا في بيئة علمية أو في بيئة من العبادة وشبوا على العبادة والقرب من الله عز وجل. لا، الفضيل بن عياض عاش مرحلتين متناقضتين تمام التناقض. كان في أول حياته قاطع طريق، لص يسرق الناس ويرتكب المعاصي والجرائم الكبار، ثم أذن الله عز وجل لهذا الإنسان الذي كان في غاية الفساد والانحراف، أذن الله عز وجل له أن يتوب وأن يصبح من سادات العباد. فحياة هذا الرجل فيها تجربة فريدة. هذه المواعظ والفوائد التي تكلم بها الإمام الفضيل بن عياض هي خلاصة تجربة هذا الإمام، وخلاصة علم هذا الإمام، وخلاصة حياة هذا الإمام. من أجل ذلك أنزل أئمة السلف وعلماء السلف هذه الحكم والمواعظ منزلة فريدة، وتناقلوها وشرحوها ودونوها في كتبهم. حتى يعني لا نطيل في مقدمة طويلة، اللي أنا عملته إني جمعت لحضراتكم أكثر هذه المواعظ والحكم والفوائد التي تكلم بها الإمام الفضيل بن عياض ورتبتها على حسب الموضوعات. سنبدأ في هذه الحلقة إن شاء الله بذكر الفوائد التي تتعلق بلزوم السنة وذم البدعة. قال الإمام الفضيل بن عياض رحمة الله عليه في قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال يعني أخلصه وأصوبه، إن العمل يجب أن يكون خالصا لله وصوابا على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا الإمام الفضيل بن عياض بيعلمنا أن العمل حتى يقبل عند الله عز وجل لابد له من شرطين. الشرط الأول أن يكون العمل خالص لوجه الله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يبقى أول شرط للعمل أن يكون خالصا لوجه الله. الشرط الثاني أن يكون على السنة، أن يكون صوابا، أن يكون وفق الشرع الذي شرعه الله عز وجل والذي بينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك أن كلمة السنة هنا معناها ليس المعنى اللي ممكن يتبادر إلى عقول كثير من الناس، أن السنة التي هي عكس المكروه، أو السنة هي الشيء الذي من فعله أجر ومن تركه لم يأثم. ده كده تعريف السنة عند الفقهاء، ولكن هنا السنة بمعناها الذي هو المنهاج والشرع الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. السنة هنا مقابل البدعة وليس مقابل المكروه. يقول الإمام الفضيل بن عياض رحمة الله عليه ناصحا، قال: أسلك الحياة الطيبة، الإسلام والسنة. فالحياة الطيبة إيه؟ أن تكون على الإسلام، ولكن ليس مجرد أن تكون على الإسلام، لا، لابد أن تكون على الإسلام وأن تكون على السنة، أن تكون ملازما لهدي محمد عليه الصلاة والسلام، وأن تكون ملازما لما شرعه محمد عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا رحمة الله عليه محذرا من البدع وأهلها، قال: من جلس إلى صاحب بدعة لم يعط الحكمة، وقال: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال أيضا: إذا رأيت مبتدعا في طريق
فخذ في طريق آخر. وقال أيضا لا يرتفع لصاحب بدعة إلى الله عز وجل عمل. وقال أيضا من أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وقال من زوج كريمته من صاحب بدعة فقد قطع رحمها. وقال نظر المؤمن إلى المؤمن جلاء القلب، ونظر الرجل إلى صاحب بدعة يورث العمى. وقال من أتاه رجل فشاوره فقصر عمله فدله على مبتدع فقد غش الإسلام. وقال إني أحب من أحبهم الله، وهم الذين يسلم منهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأبغض من أبغضه الله، وهم أصحاب الأهواء والبدع. يعني أحب من سلم منهم الصحابة، لأن في هذه الفترة الفضيل بن عياض رحمة الله عليه كان من أتباع التابعين. في هذه الفترة كان قد ظهر التشيع، وظهر الخوارج، وظهر النواصب، وكل هؤلاء كانوا يناصبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العداء، وما زال طبعا هذه الطوائف موجودة حتى الآن. يقول رحمه الله تعالى لأن آكل عند اليهود والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة، فإني إذا أكلت عندهما، يعني اليهود والنصراني، لا يقتدى بي، وإذا أكلت عند صاحب بدعة اقتدى بي الناس. وقال أحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. وقال عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. خلي بالك من هذه القاعدة المهمة للغاية، عمل قليل في سنة، يعني تعمل عمل قليل على السنة، أفضل وأقرب إلى الله عز وجل من عمل كثير ولكن على البدع. لذلك يا أخي من الأشياء المهمة جدا التي ينبغي أن تنتبه لها أنك يجب عليك أن تتحرى السنة، وإذا شككت في أمر هل هو سنة أو بدعة لا تفعله، وابحث في السنة الثابتة التي لا شك فيها ولا خلاف فيها عن عمل غير هذا العمل. يعني لو في حد قال لك ذكر من الأذكار، أو قال لك ورد من الأوراد، أو قال لك شيء هذا الأمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخاطر بوقتك وجهدك وعملك أن يكون محل شك هل هو على السنة ولا على البدعة. لا، إلزم السنة، السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأذكار والأوراد التي علمك النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتجاوزها مهما قالوا لك لو قلت كذا وكذا سيكون لك من الأجر كذا وكذا. إلزم السنة، عمل قليل على السنة خير من عمل كثير على البدعة، لأن العمل القليل على السنة يكون مقبول، أما العمل الكثير الذي على البدعة لا يكون مقبولا عند الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد، يعني عمله مردود عليه. وقال عليه الصلاة والسلام للثلاثة نفر الذين أرادوا أن يبتدعوا في دين الإسلام بدعة، قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فأعتزل النساء، وفي رواية لهذا الحديث أن الثالث قال وأما أنا فلا آكل اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، وفي الرواية الأخرى قال وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه هي القاعدة، من رغب عن سنة محمد عليه الصلاة والسلام خاب وخسر. الفلاح، كل الفلاح في متابعة محمد عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا رحمه الله من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة. وقال رحمه الله من جلس إلى صاحب بدعة فاحذروه. وقال وصاحب بدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه، فمن جلس إليه ورثه الله عز وجل العمى. وإذا علم الله من رجل أنه
مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله، وصاحب البدعة لا يرتفع له إلى الله عمل وإن كثر عمله. وقال أيضا رحمه الله: إن الله عز وجل وملائكته يطلبون حلاق الذكر، فانظر مع من يكون مجلسك، لا يكون مع صاحب بدعة، فإن الله تعالى لا ينظر إليهم. وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. وقال رحمه الله: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البدع. وقال رحمه الله: إن لله عبادا يحيي بهم العباد والبلاد، وهم أصحاب السنة، من كان يعقل ما يدخل جوفه من حله كان في حزب الله تعالى. وقال أيضا: من علامة البلاء أن يكون الرجل صاحب بدعة. وقال: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه، لا يرتفع لصاحب بدعة إلى الله عمل. طبعا هذا كلام في تشديد كبير جدا على ارتكاب البدع وعلى مجالسة أهل البدع وعلى محبة أهل البدع، ولكن هنا تنبيهات مهمة للغاية، وهي أن هذا الكلام كلام عام. كلام عام يعني إيه؟ يعني الفضيل بن عياض رحمة الله عليه وغيره من السلف الذين حذروا من البدع يتكلم هنا كلام عام في التخويف والزجر من أهل البدع. أما الأشخاص المعينين الذين يقعوا في البدع مثل فلان ابن فلان الذي وقع في بدعة من البدع، فهذا الإنسان لا يزجر ولا يذم بالكلية، ولكن يزجر ويذم في موطن البدعة التي تكلم بها، ويحمد ويثنى عليه فيما وافق فيه السنة. ده ضابط مهم جدا، لأن السلف هؤلاء رحمة الله عليهم الفضيل بن عياض وسفيان الثوري والأوزاعي والإمام مالك بن أنس والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام البخاري، كل أئمة السلف الكبار دول الذين تكلموا كلاما شديدا في ذم أهل البدع والتحذير منهم وعدم مخالطتهم والكلام ده، كل هؤلاء لهم كلام آخر فيه ثناء على أشخاص تلبسوا ببدع كلية. يعني كل الأئمة دول أثنوا على أشخاص كانوا متلبسين ببدع، كان منهم من تلبس ببدع الخروج الخوارج، وكان منهم من تلبس ببدع التشيع أو ببدعة النصب النواصب أو الإرجاء أو القدر أو الجبر أو إلى آخره من هذه البدع الكلية. أشخاص تلبسوا ببدع كلية وأثنى عليهم السلف، أثنوا عليهم في المواطن التي وافقوا فيها السنة. عشان بعض الإخوة في المعاصرين يقوم يعمل إيه؟ يجيب الكلام ده ويبدأ يطبق الكلام ده على الأشخاص المعينين، يقول لك فلان الفلاني ده ضل ومبتدع ومش عارف إيه، وصاحب البدعة لا يذكر إلا ببدعته، وصاحب البدعة يجب التحذير منه، ومن تلبس ببدعة لابد من بيان حاله للناس، إلى آخر هذه الخزعبلات، إلى آخر هذا الهراء اللي بيعمله كثير من الإخوة المعاصرين. وحتى للأسف بعض الشيوخ تلبسوا بهذا الهراء. هذا هراء، هذا ما له علاقة بعلم السلف وما له علاقة بمنهج السلف، لا من قريب ولا من بعيد. السلف رحمة الله عليهم كانوا أعدل الناس، وأهل السنة هم أعدل الناس، أكثر الناس عدلا، يذمون الأشخاص المعينين في مواطن البدعة. لو واحد تلبس ببدعة التشيع يذم تشيعه، لو واحد تلبس ببدعة الخروج يذم خروجه، واحد تلبس ببدعة التجهم يذم تجهمه، وهكذا. ولكن نفس الشخص ده لو نصر السنة في مواطن، العلماء لا يقبلوا منه ولا يقبلوا؟ لا يقبلوا منه، ويثنوا عليه ويحمدوا له نصره للسنة في هذا الموطن. يبقى ده ضابط مهم. الكلام ده كلام في العموم، هتجد كل السلف دول تتلمذوا على علماء متلبسين ببدع. لو رجعت تراجم كل هؤلاء العلماء ستجد أنهم تتلمذوا على علماء تلبسوا ببدع كلية. بدع كلية يعني إيه؟ يعني خوارج، يعني معتزلة، يعني جهمية، يعني مرجئة، يعني قدرية، يعني فيهم تشيع، يعني نواصب.
بدع كلية، ومع ذلك تتلمذوا عليهم. السلف، أئمة السلف دول جلسوا تحت أيديهم وتلقوا عنهم وعلموا أشخاص كانوا متلبسين بهذه البدع، وأثنوا على أشخاص متلبسين بهذه البدع. ولابد تفرق بين الذم العام، الذم البدعة، والمتلبسين بالبدع عموما، ده شيء، والشخص المعين المتلبس ببدعة ده أمر مختلف تماما. هذا ضابط مهم جدا في هذه المسألة، وأرجو أن يكون لنا فرصة إن شاء الله بعد كده نعمل سلسلة عن منهج السلف في التعامل مع أصحاب البدع. نجيب بقى كلامهم في الشخص المعين، إمتى بيذموه وإمتى هم بيمدحوا ويثنوا على نفس الشخص هو هو. لما يجي الكلام عن البدعة اللي هو متلبس بها يذموه، وهو هو نفس الشخص لما ينصر السنة أو يتكلم في علم نافع أو يصنف في علم نافع يقوم العلماء هم نفسهم اللي ذموه هنا يقوموا يمتدحوا هذا العالم في موطن آخر ويثنوا عليه ويحمدوا له صنيعة في نصره للسنة. ده اللي هو بيسموه منهج الموازنة، هو ده منهج السلف، الموازنة، وليس كما يدعي الإخوة اللي هم السلفيين المدخلة اللي هم بيعتبروا أن الموازنة دي بدعة، وأن من تلبس ببدعة لا يذكر إلا ببدعته ويجب التحذير منه ولا يقبل منه سنة بعد ذلك. هذا منهج الخوارج، ليس منهج أهل السنة والجماعة، ولا علاقة له بعلم السلف ولا بمنهج السلف، لا من قريب ولا من بعيد.